سألت لماذا حيدرة منصور دوما لا يقهر؟ لا تسأل بدرا لا أحدا، ودع الأحزاب ودع خيبة. أسألت لماذا حيدرة منصور دوما لا يقهر؟ لا تسأل بدرا لا أحدا، ودع الأحزاب ودع خيبر. فجوابك حيدر يعرفه، لا يعرفه إلا حيدر. اسأله لماذا يقصدها للزهراء من قبل الحرب إذا شم، ويودعها ويوصيها يا فاطم أدعي كي أطفر، فيراها ترفع راحها وتتمتم بالسر الأكبر. وإذا الزهرة رفعت كفا فأبو حسن حتما ينصر. الله صل على محمد وآل محمد. لكن ماذا تدعو الزهرة؟ قصتين. من ذا في دعوتها يذكر؟ لا أظن تناجي بارئها، ودموع محاشرها تنثر. يا ربي بجاه أبي شبر، انصر يا ربي أبا شبر.